الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. في حديثنا المتصل بالقدوة الطيبة للمرأة المسلمة، نقف على صحابية من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القدوة العظيمة في كل زمان لكل امرأة تريد الخير لنفسها في دنياها وفي أخراها، اسمها الخنساء بنت خذام. خنساء بنت خذام. نعلم كلنا أن الإسلام فضل المرأة وجعل لها عناية فائقة وأعطاها منزلة رائقة أعظم من أي شرائع قبل ذلك أو نظم أخرى. من قرأ القرآن ومن اهتدى بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، سيجد أن القرآن والسنة يحضان على القيام بحقوق المرأة في تفصيل واضح وبيان رائع لا يدع المجال لأي إضافة أو تعديل، ذلك لأنه نظام من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. لسنا بصدد الحديث عن هذه الحقوق، لكننا نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المطلب عمليا في حياته بحسن المعاملة، وظل يوصي بالمرأة حتى لحق بالرفيق الأعلى. ولكم أن تتصوروا في حجة الوداع، في أعظم تجمع إيماني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض ركائز الدين وأهم قضايا الإسلام، كانت الوصية بالمرأة حاضرة في تلك الخطبة الهامة. قال فيها المعصوم صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، في رواية مسلم عن جابر. وكذلك عندما يطالعك القرآن ستجد قول الله عز وجل الذي يأمرنا بحسن عشرة الزوجات، يقول سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. وحسن العشرة للزوجة يعني أداء حقها، يعني أداء حقها من مهر ونفقة والتلطف بها والأنات معها والصبر عليها والإغضاء عن خطائها والصفع عما يقع منها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هكذا أراد الإسلام ونبي الإسلام، وبين صورا كثيرة في المداراة وحسن العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدارها تعش بها، يعني بالملاينة بالملاطفة في هذه الحياة. وأولى الناس بالمقام العلي الذي يصل إليه الخيرين هو من يعامل زوجته المعاملة الطيبة والنساء خيرا. قال: خياركم خياركم لنسائهم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. من هنا نعلم أن الإسلام وضع المرأة حيث ينبغي، فهي ربة البيت والقائمة بأمره والمسؤولة عنه، يعاونها الرجل فيه وتعاونه هي فيما سواه. وأما حريتها فتتجلى في حرية اختيار الزوج وحرية إظهار رأيها، وذلك شأنها وحقها، وليس لأحد أن يغضبها في رأيها أو أن يغصب حقها أو يفعل أمرا دون إذنها. وحرياتها فيه أبعد مدى وأتم شأنا من الرجل، فهو إذا عقد عليها، إذا الرجل عقد عليها ثم لم يرضها فتركها قبل أن يبني بها، يعني إذا عملها معاملة سيئة وأراد أن يطلقها قبل الدخول،
نزل عن نصف المهر، نصف المهر لها، وإن تركها بعد ذلك يعني بعد الزواج فلها المهر كاملا، ولا لأحد أن يقول، ليس لأحد أن يقول هي دون نسبة أو منزلة، فالله سبحانه وتعالى ساوى بين الاثنين في التكليف. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالنساء أكفاء للرجال، أكفاء للرجال، وليس كل الرجال أكفاء للمرأة. لها أن تفصم عقدة الزوج إذا خدعت فيه أو أكرهت عليه، وليس لامرئ أن يقودها قصرا إلى من لا تريد أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم فصل في زواج خنساء بنت خذام الأنصارية، لماذا؟ لأن أباها زوجها وهي كارهة رغما عنها. خنساء بنت خذام هي من بني عمرو بن عوف بن الأوس، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة وهي صبية حادثة لسه ما زالت شابة، وسمعت عنه، وكان قد خطبها اثنان، أحدهما أبو لبابة بن المنذر أحد أبطال النابهين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني رجل من بني عمرو بن عوف من عشيرتها ابن عم لها. فآثرت أبا لبابة وآثر أبوها ابن عمها، أراد أن يزوجها ابن عمها، ثم أمضى منه زواجها غير آبهة برضاها، لكنها لم تسكت، إنما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي قد تعدى علي فزوجني ولم يشعر بي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح له، انكحي من شئت. فتزوجت أبا لبابة. المحدثون اختلفوا في أمرها حين زواجها، بعضهم قالوا أنها كانت بكرا، وبعضهم قالوا أنها كانت أيما، أي مات زوجها عنها. ويقول شمس الأئمة الصرخسي في كتابه المبسوط في حديث خذام، خنساء بنت خذام، قالت: الخنساء إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيزي ما صنع أبوك، إيه رأيك؟ تقبلي ما أراده أبوك. فقلت، أي قالت الخنساء: ما لي رغبة فيما صنع أبي، أنا لا أحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبي فلا نكاح له، انكحي من شئت. فقالت: أجزت ما صنع أبي، أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن يعلم الناس أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء. أرادت أن تبين أن لها حرية الاختيار، وذلك ليس لنفسها فقط، إنما للجميع. قال صاحب المبسوط شمس الأئمة الصرخسي رحمة الله عليه، قال: ولم ينكر عليه الصلاة والسلام مقالتها أبدا، لم ينكر مقالتها. وهذا الأمر يقودنا إلى حديث آخر، وهو حديث بريرة. وبريرة هذه هي جارية من جوار الحبشة، كانت ملكا لعتبة ابن أبي لهب، وزوجها عبد من عبيد المغيرة، ما كانت لترضاه لو كان لها أمرها، يعني لو اختارت هي ما ترضاه. فأشفقت عليها عائشة أم المؤمنين فاشترتها وأعتقتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري. وكان زوجها يمشي خلفها ويبكي وهي تأباه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له؟ ثم قال لها: اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع، لا، ليس أمرا وليس ديانة. فقالت: إذن فلا حاجة لي فيه. سبحان الله، يعجب الناس بعد ذلك أن يقف فتيات العرب دون عزف آبائهن وأوليائهن. جرائم كثيرة جدا قد تكون بسبب الإكراه على الزواج من رجل لا يدانيها طبعا ولا خلقا ولا يجاريها خلقا، وكل ذلك من وراء المادة وطمعا فيما عند الزوج من مال.
لابد أن يرحم الآباء والأولياء بناتهن، ويعلم ما تعانيه البنات من آلام نفسية وجسمية. هذا أمر مهم جدا. الأب دوره أن يظهر، الولي دوره أن يظهر حال الرجل، لأن الرجال صناديق مغلقة لا تعرفها الفتيات، ربما يضحك عليه ببعض الكلمات، لكنه عليه أن يسأل وأن يتحقق من حسن الخلق وحسن الدين والكفاءة المالية والقدرة على الإنفاق على البيت. هذه أمور مهمة جدا، وإلا بيقع البنات في معاناة كبيرة جدا، وبينتهي الزواج إلى الطلاق والخراب. ولعل فتاة كتبت لأبيها قائلة: أيا أبت عنيتني وابتليتني، يعني عملت أمر غصب عني وابتليتني، وصيرت نفسي في يد من يهينها. أيا أبت، لولا التحرج، لولا أننا يعني محروجة من ربنا سبحانه وتعالى، قد دعا عليك مجابا دعوة يستدينها. يعني كنت دعيت عليك يا أبتي، لكنني ما أستطيع أن أفعل ذلك. فالأمر هذا مهم جدا، حرية الاختيار للمرأة المسلمة مهم جدا. فلا بد ألا نضغط على بناتنا، وفي نفس الوقت ألا نطلق لهن العنان، تفعل ما تشاء فذلك يخالف الدين والشرع. لكن من يأتينا من يأتي البيوت من أبوابها ويريد أن يتزوج، علينا أن نسأل عنه، فإن اطمأننا إلى خلقه ودينه وأنه كفء لها يستطيع أن ينفق عليها، ثم حصل القبول منها هي برأيها، فعلى بركة الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بيوت المسلمين بيوتا آمنة مطمئنة، وأن يجعل الحرية عند المسلمين حرية مسؤولة منضبطة وفق شرع الله. اللهم آمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.